على شواطئ محافظة اللاذقية، حيث بقيت الأمواج تحاكي الحياة على ساحلنا، افتتحت أبواب ملتقى المحبة والسلام للنحت والتصوير الزيتي أمام أكثر من 30 نحاتاً وفناناً تشكيلياً برعاية من وزارة السياحة. الهدف إنجاز مجموعة من الأعمال الفنية لدعم ذوي الشهداء وأسر جرح الجيش العربي السوري. هذا الملتقى 30 فنان ب15 يوم، عنا رغبة نلخص فرحنا بجمال قدر ما نستطيع عبر صياغة أعمال فنية إلى علاقة بوجدان الإنسان السوري. وزارة السياحة يأتي دورها الكبير في تسليط الضوء على مكامن الجمال في المجتمع السوري، ومن أهمها هذه الحالة التفاعلية بين المجتمع، بين الطبيعة، بين مخيلة الفنان وبين الفنانين السوريين. على الأغلب تكون رايحة المواضيع على التأكيد على هوية الإنسان، على تجذره بالأرض، على صموده، على حبه، على رفضه للإرهاب، للعنف، على التسامح، على السلام. مهما صار ومهما كان رح تضل سوريا هي السلام وهي المحبة، والإله بعد من آلاف السنين قال سوريا هي أرض المحبة والسلام. جهد فني وإبداعي جمع أسماء من مدارس فنية مختلفة، والهدف إحياء الفن على أرض بقيت ببطولات وصمود أبنائها.